ما تغفل. انت بيجي يوم بتموت، مجرد ما يجيك الموت ده اي لحظة بتندم عليها، اي لحظة فرطتها في غير الطاعة بتندم عليها. هسي ما في ناس بيقول لك نحن تعبانين وفترانين وما قادرين الى اخره، لا لا، قال لك انت مجرد ما جاك الموت ده والملائكة نزلت عليك بعديت بتتمنى الرجعة عشان تعمل، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بعدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر كلاما مفيدا في قوله تعالى في نفس المجلد، المجلد السابع، وهو بعنوان الإيمان في الفتاوى، قال في قول الله تعالى الذين آمنوا، دي فائدة عظيمة تركز فيها، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإيمان ده قول وعمل واعتقاد، دي العقيدة الصحيحة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بالمعصية. الإيمان ده ما بس مجرد القلب، فيه عمل وفيه اعتقاد وفيه قول، وبعدين بيزيد بالطاعة وبينقص بشنو؟ المعصية. وهو شعب أجزاء كما في صحيح البخاري وفي غيره، الإيمان بضع وسبعون وفي رواية وستون، وستون شعبة. فأعلاها قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله لكن مع اعتقاد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ده بالفعل. والحياء شعبة من الإيمان. الفائدة وين؟ ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى قال فكلما كمل إيمان العبد كمل أمنه في الآخرة. ما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم شنو؟ بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكلما كمل إيمان العبد كمل أمنه في الآخرة، ازداد أمنا، وكلما نقص إيمانه نقص أمنه في شنو؟ في الآخرة. شكا رب العزة والجلال قال عن بعض الناس وهم المؤمنون العاملون قال لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فجماعة احرصوا كل الحرص على العمل بالعلم واصبروا على ذلك أشد الصبر حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. يا رب العزة والجلال قال واعبد ربك حتى يأتيك شنو؟ اليقين، حتى يأتيك اليقين. والله سبحانه وتعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الناس كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الفوائد كانوا يدخلون أحادا فصاروا يدخلون شنو؟ أفواجا. وش الدعوة انتشرت وخلاص الله فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة واجتهد وابتلي وصبر، ما قال لي بعد شنو انت يرتاح، لا لا، قال له شنو؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنسان يا جماعة اجتهد، والله قال سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كن مجتهدا في طاعة الله تعالى، لا تمل، ما يجي وقت تمل تقول يا أخي الله أنا افترت بعد ده شغلة دي، يا زول مما تشوف الملائكة ديل بعدين تعب ده كله بزول، مما تشوف ملائكة نازلة وأجنحة وجو يقبض الروح. واحد من السلف ده بيعبد الله لما عمره تم 60 سنة، لما جاء الموت بكى
فقيل له ولده: ما الذي يبكيك؟ قد كنت تعبد الله. قال: يا بني، باب ما زلت أطرقه منذ 60 سنة يفتح علي اليوم، ولا أدري أيفتح على خير أم على شر. إما يجيك الموت ده أنت بعد شنو؟ التعب بزول، والهم والضيق وإلى آخره، وتقبل على ربك سبحانه وتعالى فتسعد بهذه الطاعة التي عملتها في الدنيا والتي نصبت فيها، أصابك النصب والتعب فيها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.